وعود وتسويف بإعطائهم درجاتهم الوظيفية منذ 3 أعوام، ذلك ما أجبر موظفو مكتب الزراعة والري على تنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بحقوقهم الوظيفية. العمال عن الزراعة كلنا الشيوبات عن ما ثبتونا، العمال كامل جاسم بالإيجار اليومي معاشنا 26,000 26,000 ما تفعل، لا يوجد مساعدات، لا حوافز، ولا تأمين صحي، ولا تأمين حياة. المحتجون ناشدوا الجهات المعنية للتدخل وتصحيح وضع المكتب وتحسين وضعهم الوظيفي ومحاسبة المتسببين في تأخير تثبيتهم، مؤكدين أن ما يسعون إليه هو حقوقهم ومستحقاتهم القانونية ليس أكثر. من 2012 الوعود بالتثبيت وحصل محاضر وحصل عدة وعود، إلى اليوم لم تنفذ أي مطلب أو أي وعد من الوعود الذي وعدونا بها. كاميرا اليمن اليوم توجهت بدورها إلى مكتب الزراعة والري بأمانة العاصمة لمعرفة المتسببين في عرقلة تثبيت الموظفين وتوضيح الحقيقة. المطالبات الكثير منها ليست بيد مكتب الزراعة وقيادته، نحن نتابع، وهي مطالبات وقلنا نجلس مع بعض. هذه استلمتها يعني تقريبا قبل أسبوعين، وجلس مع رئيس النقابة في هذه الطاولة، قلنا له يا أخي بالله يعني أكلمك بكل صراحة ورد علي بصراحة، هل عملية التثبيت استكمالها علي أنا؟ قال هو على الدولة بس يعني عن طريق نتابع مع بعض. وطالبت بعمل تكليف مدير شؤون الموظفين ورئيس النقابة يذهبوا للجهات ويتابعوا، ومتى يقتضي أن أكون معهم أكون معهم. مطالبهم ليست كبيرة ولا تتعدى تثبيتهم الوظيفي بعد أعوام من العمل بالأجر اليومي كاستحقاق قانوني ينتظر سرعة تنفيذه من قبل الجهات المعنية. بلقيس أحمد، اليمن اليوم، صنعاء.